يريدان احدهما طبعا وهلال شلغوم العيد يريد نتائجه وصحوه في الجولات الاخيره. كان اذا على طرفي نقيض من حيث النتائج وكذلك من حيث الاهداف والطموحات هذا الموسم. هنا الكره وصل من عثمان طويله ليوبوكو لكن طويله فوق اللزوم مباشره تغطيه من حارس المرمى تروح مباشره لغراب عبد الغراب انطلق غراب في المتابعه بن حموده وكذلك بن عيد من هناك كان من المرور المراوغه الاولى الثانيه والدفاع يدخل كره عامقه بيني لخالدي تصل لحداد انطلق انطلق خالدي بو 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 خطا فادح من اتحاد الجزائر واول اهداف المباراه. زنتي بن عيد يرسلها طويله مباشره البحث عن رضواني من جديد داخل منطقه العمليات التوزيع بو 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 اسرع من اتحاد الجزائر واوبوكو كوامي بطريقه استعراضيه جميله محاوله المرور بالمراوغه بشكل ممتاز. يا سلام حاضر في هذه المباراه لو الركله اوبوكو ونهايه المرحله الاولى. مشاهدينا الكرام متابع المرحله الثانيه لهذه المباراه الجزائر الدقيقه السادسه والمفروض تلعب مباشره في الجدار. ترجع لمغيلي من جديد حاوله الضغط ينتقل مغيلي يتمكن من توزيع الكره اوبوكو كاد تسديدة هنا ولكن خارج الإطار ومع ذلك الحارس بن بوط أسامة خليفة لعب الكرة في المتعة. هنا محاولة أخرى لاتحاد الجزائر أوبو على مرتين الحارس صعوبة على مرتين الحارس بصعوبة آيت الحاج فيما أعتقد سدد كرة قوية. سانحة أخرى للاتحاد مزيان عبد الرحمن في تنفيذ تلعب هذه المرة في القائمة الثانية المتابعة